جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا عمل الإنسان بعمل واكتشف أنه مرجوح، ما العمل شيخ صالح؟ العمل أن يؤدي ذلك العمل، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. اللهم استعان. إذا عمل بشيء وتبين له أنه مرجوح وأنه خلاف الدليل، وهذا الأمر واجب، واجب عليه، فإنه لا تبرأ ذمته من الواجب إلا بفعله. أما إذا كان هذا الأمر مستحبا، فالمستحب أمره سهل. نعم.